TWNFM 91.2. تيليويك جو جو. الجمعة اللي فاتت كان فما حدث مهم برشا في تاريخ المقاومة التونسية في حرب ضد فرنسا. الحدث هو ذكرى استشهاد محمد دغباجي الله يرحمه. للأسف في تونس برشا ما يعرفوش شنو عمل له تربط اسمه كان بالغناية الخمسة اللي لحقوا بالجر. هذاك شنو نعرفه محمد دغباجي نحن. المؤرخ عبد الجليل بوكرة كان حاضر في برنامج هنا الآن وكان تطرق للشخصية ذي. عليه القبض السلطات الإيطالية لأنه كان أصبح مزعج للإيطاليين. إيطاليا كانت تبحث على شيء من الهدوء هدنة مع ليبيا مع الثوار الليبيين وهو كان ديما يتنقل ويضرب في إيطاليا ويضرب في تونس. فسلموه الإيطاليين للفرنسيين والفرنسيين أعدموه كما اليوم في 1 مارس 1924. إذا كان سقيط سيدي يوسف تجسد فيها وحدة المقاومة بين تونس والجزائر وحدة شعبين تونس والجزائر فأنه محمد دغباجي الشهيد محمد دغباجي تجسد فيه وحدة المقاومة الليبية التونسية وحدة المنطقة هذه المغاربية اللي هي عندها تاريخ واحد ومصير واحد ومستقبل واحد. شخصية كما ذي ما تكرمش وتعدى تاريخ استشهادها كأنه ما انتهى كيك ألافغليتي تعدى ما انتهى وحتى في المعرش مديحة كنت شترني الرأي في التاريخ ما يتقراش محمد شوية في مرور الكيران الحركة الوطنية لوم برشا على الوطنية باركونتر نشكر التاسعة كيف حكيت على محمد دغباج وخاصنا زميلة مينا بندوة نستناو ديما احنا التكريم الفعلي للشخصيات هذية بربي ما ناش نحكي ورا تمثيل خاطر ريتو الفضيحة اللي صارت للصغير ولاد حمد التمثال المحطوطة كاكا معناتها ما جا شيء. محمد دغباجي تعدد ذكرى متاعو على الاقل ما نقولوا حاجه انا قناه التاسعه بالحق كيرت البلاتو فرحت برشا حبيت قعدت نسمع فيه اللي سمعت الميسيون كامله حبيت نشوف معناتها انا ما نعرفوش محمد دغبش اي سيدي انا ما نعرفوش قعدت مثلا سيدي طلع زي ما كيما نقولوا احنا سقيط سيدي يوسف هي معناتها نقطه مشتركه بين التوانسه والجزائريه. محمد دغباجي شخصيه مشتركه بين التوانسه والليبيه هذيك الحاجه اللي ما يعرفوهاش برشا التوانسه 1 مارس حتى لا ننسى 1 مارس 1924 افكتيفمون قداش من عام تعدى من ذكرى اعدامه مالوريزمون ذكرى اعدامه افكتيفمون. نهار الجمعة في برنامج عندي ما نقول لك كانت عدت كا عملت بوليميك كبيره واثرت برشا في التوانسه اللي هي الحاله نتاع الحيم وقت كان مريض واخته رفضته ما حبتش تتلهى به وتقيم به في اخر ايامته ولقى الخير في جيرانه وولاد حومته. نسمعوا لك ستريدين بعد نرجو ما غير ما تعب روحك يا مدام المجامله انه مش تحاولك العباد على اخوك راهي جرافيس خطيره تحاول فيك العباد على شكون على اخوك انت الليله تحط راسك على المخده وباش ترقد تخمم في الحكايه على خطر. اسمعني سي يا عم حسين تسمع فيا ولا لا؟ اسمع فيك خويا. ريت اللي صار على رحايم راهو حط في بالك اللي يلوح خوه راهو يلوح العباد الكل. خذ هذه قاعده انا مش نلوم عليك انت انا ما نجمش نكلمك انت خاطر انت حتى ولد خالك ولا ولد عمتك ما نلومش عليك انت انت من غادي لغادي ما هو الخوه. اخذ الدنيا كيفاش راهي الدنيا قصص راهو اللي صار على رحايم يصير على المليونير ويصير على العباد الكل راهو ورحايم راهو مش يكون عبره للشعب التونسي على خاطر نحن رانا نرحموا بعضنا وشعب تونس راهو باهي ويحب بعضه ما يكرهش بعض. اما تصير الحكايه هذه جراف انا مش نتفرج على النسيون هذه نحسب روحي كنت دايخ في الشارع وحلمت قرصني فار ولا حاجه ولا واحد للدار خاطر جراف راهي. اكثر انسان فهم الطرح السيد اللي كان يحكيها اي واضح لهنا خاطر شنو الحكايه هي باش نفهموا نحن العباد. المراه رضت خوها قال شنو المرض مادي ساعه باش نفهموا لكل شيء راهو مرض السرطان عفانا وعفاكم الله ماهوش مادي بيان سور ما يعديش. ولهنا السيد اللي كان لاهي برحيم رفض اصلا مبدا زياره اهاليهم للدار من غير ما تجيوني ومن غير ما تكلفوا رواحكم. قال بالتليفون تحبوا تتكلموا مرحبا ما تحب من غير ما تجيوني من غير ما تلخصوا رواحك خاطر شنو هو كان يستنى في المراه تجي تقولوا اعطيني خويا يا اخي. هي المراه بدات منا وخذت له فلوس وباش تحلل بهم وكل شيء لان بربي حاجه راهي سيله الرحم راهو معناها باهي كي نزوروا انسان مريض راهو معناتها الدواء يبدا بكلمه باهيه في زياره ان شاء الله لاباس ربي يخفف عليك لاباس ترجع لنا لاباس. القلب يوجع كيف تلقى الخو ما يسالش على خوه اقرب ناس وهنا توجع على الاخر. ساعات جدود يقولوا كلام يوجع يقول لك اذا الخو يحن على خوه ما يبكي حد على موبو للاسف الله يحفظك. الجمعة اللي فاتت أعلن فيها نائب رئيس دولة الإمارات حاكم إمارة دبي الشيخ محمد بن راشد عبر تويتر عن مبادرة بقيمة 1,000,000 درهم. قديش؟ 1,000,000 درهم ما يقابل بالتونسي 630 مليون. لا لا
كانت فما برشا تفاعلات واللي لفت انتباه الناس اللي هي الشروط المذكوره في الاعلان. حسب رايك مشي اتقان مهارات البذل وخدمه الناس تحكي برسمي ولا لهذي والخبرات المطلوبه في العمل التطوعي ومباراه المجتمعي. انا شفت انا سخيلت فدليك لا لا ولا بالحق طلعت والله انا سخيلت فدليك لا بالحق طلعت الحكايه بالرسمي. برشا تلفز عربيه حكيت على الموضوع هذا يوم بين قناه العربيه اجرت الحوار مع احمد الشوقيري معروف برشا في تونس بسيري خواطر هذيك تعدت في رمضان 11 موسم. احمد الشوقيري هو مروج الحمله هذه نسمعوا شو حكي. الموضوع بسيط هو هدفه في النهايه نشر شيء مهم جدا نحتاجه خاصه هذه الايام في العالم العربي وهو موضوع الامل بمستقبل أفضل بإذن الله. فالمبادرة تهدف إلى تسليط الضوء على أفراد في المجتمع في العالم العربي وهم كثيرين وموجودين في كل أنحاء العالم العربي متميزين بعطائهم بإيجابيتهم بفعاليتهم في المجتمع وبتحسينهم البيئة اللي هم موجودين فيها كل في مجاله. فالمبادرة تبحث عن هؤلاء وتختار إن شاء الله المتميزين منهم ويتم تكريمهم إن شاء الله لحق. إيش قولكم باش يتم تكريم ناس مختصة في نشر الأمل الإيجابية؟ شيء مش غريب على وزارة فيها معناتها فيها وزارة السعادة وزارة التسامح هذه جديدة وزارة التسامح أنشأها الشيخ ذي محمد بن راشد معناتها ما عنده برشا فلوس كمان وهم في الاخر موجات ايجابيه لا هما الحاجه باهي فاش يكونوا مش مختصر المبادره دي مش مختصر على الامارات على العالم العربي الكل معناتها ينجم اي واحد من اللي عمره 5 سنين للي عمره 95 سنه يدخل يعمر الاستماره ذي ويقدم الترشح نتاعو والجائزه باش يتم تكريم الاول والأربعة الاخرين هم مش اختاروا خمسه والأربعة الاخرين مش يتم تكريمهم الجائزه 630 مليون تونسي باش يعطيوها الفايز برا المرتبه الاولى هم يزيدوا الوزارات واحنا نقصوا الوزارات واحنا صحيح احنا الوظيفه العموميه به عندنا مده على غرائب اللي تصير في مصر فضيحه القرن هكا قالت جريده العربي الجديد في اشاره للحكم اللي اصدرته محكمه النقد المصريه واللي نص على تبرئه الرئيس المصري السابق حسني مبارك من تهمة قتل المتظاهرين. احنا اسفين يا ريس اثناء ثورة 11 جانفي ثورة جانفي 2011 سمعنا صبري. برأت محكمة النقد المصرية اليوم الرئيس السابق حسني مبارك من تهمة الاشتراك في قتل المتظاهرين في اثناء ثورة 2011. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكما بحق مبارك في يونيو حزيران عام 2012 بالسجن المؤبد بعد أن دانته بتهم تتصل بقتل متظاهرين. لكن محكمة النقد ألغت الحكم وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة. غلطونا بربي سؤال يطرح نفسه ما قتل المتظاهرين هذو ما لسه فما ثورة هي من أصله شوية أخرى بالحق هذي سؤال يطرح براءة 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 حكم غير قابل للطعن زاد واضح من الأخر احنا أسفين يا ريس احنا أسفين يا ريس مرة أخرى ونختموا بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اللي في ندوة الشباب والقيادة كان توجه له واحد من الحاضرين بسؤال وسألوا عن الربيع العربي اسمعوا ردة الفعل. ما هو تقييم سيادتكم لما يسمى الربيع العربي بعد سنوات ستة من اندلاع الثورة في تونس؟ مين اللي سأل السؤال ده؟ أنا يعني خليني أقول لكم إيه أنا يعني هكون صريح معاكم وأرجو أن الكلام ده يعني إيه الناس ما تفهمون. الشعب المصري أراد تغيير بجد يعني صحيح بغض النظر بقى عن أي دولة أخرى لكن الشعب المصري كان عايز التغيير في الوقت ده كان بيهدف للأفضل. بس هو بيعمل ده لازم تعرفه لما يجي تغيير ما بيكونش تغيير تحت السيطرة ما تضمنش النتائج بتاعته. لا ينظر تغيير تحت السيطرة يدخلك من بيبي خرجك مخه ها ساعة ذا ما انت لمرة عمل عبد الفتاح السيسي ديسكور مفهوم يزمك تسمع ثلاثة ولا أربع مرات باش تفهمه. تلي ويك للجمعة ذي وفات وما تنساوش باش تعيشوا الويكاند. تلي ويك